الطاقية الخضراء. الطاقية الخضراء دي طاقية مختلفة، طاقية واحد عبقري، واحد بيفكر بطريقة مختلفة، بيمشي مشية مختلفة، بيتكلم بطريقة مختلفة، بتاعت واحد بيفكر out of the box. الطاقية دي بتاعت ها؟ بتاعت تفتكر مين ممكن مننا ياخدها؟ ايوه صح، مين يا جماعة؟ أنا أيوة مش عارف أنا مين مش عارف. لا أنا اخترت بصراحة مين يا جماعة بس لقيتها. فادي هون ادي الطاقية ليوسف. انا شايف ان هو بيفكر بره الصندوق يا جماعة بصراحة. لا 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 يا جماعة، الطاقية دي لما حد بيفكر بره الصندوق تبقى طبعا كيبو. لا 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 يا جدعان، انا شايف جراتسي. يا جماعة ممكن نبطل هبل ثانية واحدة يا جماعة. الطاقية دي فادي بلبل هتهديها لشهندة، هي بتفكر افكار غريبة طول الوقت. يا جماعة بطلوا غباء، هو الاستاذ فادي اللي هيقول اديها لمين. الطاقية دي بتاعتي اوكي اتس ماين اوكي. شكله بيضحك. شت اب شت اب بلبل اوكي دونت سي اني ثينج اتس ماين اوكي. انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده. لا ما انا ممكن اقلب عادي اوكي. الطاقية دي تخصني واللي هيقرب من الطاقية دي هلبسها.